السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف قلة الاصل بعينها، هنشوف ايه الندالة وايه قلة الذوق اللي طالعه من هالة صدقي. انا معرفش مين دلال عبد العزيز، وعمري ما اتعاملت مع بناتها وما بتربطنيش بيها اي صداقة عشان احزن عليها، انما لازم ازغرط وافرح وارقص لنيلي كريم عشان نيلي كريم صديقتي. هنشوف قالت ايه بالتحديد، كل الكلام هتشوفوه دلوقتي، صوت صورة منها طبعا، وكل الحاجات اللي هي قالتها، وموقف صعب جدا جدا منها بيدل على قلة الأصل بعينها. قلة الأصل بتتلخص في بني آدم. سامحوني على هجومي، ولكن أكيد حضراتكم لما تسمعوا الفيديو للنهاية هتحكموا وهتعرفوا أنا قلت ليه كده بالتحديد. في البداية زي ما تعودنا أتمنى من حضراتكم نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ندعي لدنيا وإيمي إنهم مش لوحدهم، وإن إن شاء الله ربنا يقوي عزيمتهم، وإن شاء الله كل الناس اللي بتقف ضدهم دلوقتي هم اللي يحتاجوهم بعدين. دنيا وإيمي يا جماعة في حالة يرثى، حالة من الحزن الشديد شفناها النهاردة طبعا عند المقابر في أول جمعة بعد وفاة دلال عبد العزيز. إيمي ودنيا كانوا قاعدين على الأرض وبيقروا قرآن، ناس انتقدتهم لأنهم راحوا للمقابر مش محجبين. أنا النقطة دي مش هتكلم فيها، إن شاء الله إن شاء الله يكون الخطوة اللي جاية هداية أكتر ليهم، والمرة الجاية يكونوا بحجاب. هم مش في حين او في حمل اللي احنا ننتقدهم قوي دلوقتي، هم خلاص اعتزلوا الفن والوسط القذر ده. انا بقول الوسط ده لان حضراتكم شايفين بعينيكم، وهالة صدقي بتزغرط في فرح نيلي كريم ومنتهى الانبساط، وان خلاص اكن نيلي كريم دي بتتجوز لاول مره ومش اولادها ما شاء الله في جامعات. انا لا انتقد نيلي كريم على زواجها بدل على سنه الله ورسوله، ما عنديش اي وجه حق ان انا انتقدها، ولكن بنتقد الموقف انهم في وفاة وعزاء السيدة دلال عبد العزيز بيكونوا اندال بالطريقة دي، مرعوش مشاعر البنات اللي محتاجين كل حد يقف معاهم. هالة صدق يا جماعة، قبل كده في وفاة الفنان الكبير سمير غانم، نزلت من دبي علشان تحضر فرح بنت رجل الاعمال الكبير في الجونة، الفرح اللي قلب الدنيا وقلب الدنيا على يسرى والهام شاهين، انهم راحوا ورقصوا في نفس يوم جنازة الفنان الكبير سمير غانم. كلنا اشادنا، وعمر اديب طلع واشاد بموقف الفنانة هالة صدقي انها ست اصيلة لانها اعتذرت عن الفرح ووقفت بجوار دنيا وايمي في العزاء، وفعلا كانت واقفة جنبهم واقفة. وانا من الناس اللي اشادت جدا ان في ناس في الوسط الفني اصيلة بالشكل ده، وقلنا ده هي واقفة معاهم اتكلمت قالت ما ينفعش نسيب بنات دلال عبد العزيز، والدتهم في المستشفى ووالدهم متوفي، وما نكونش واقفين في ظهرهم ومعاهم في الفترة دي. تمام، خلاص بقت كويسة وكل حاجة. جاء بقى بعد وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز حدث اللي لم يكن حد يستوعبه، وانا من الناس اللي متخيلتش ان هالة صدقي هتروح فرح نيلي كريم. ما اعتقدش ان فرح نيلي كريم كان هيحصل حاجة لو اتأجل علشان هالة صدقي وتطلع وتقول انا ما اعرفهمش وما تربطنيش بهم صداقة. يلا نشوف قالت ايه هالة صدقي. قالت زي ما في حياتنا احزان في كمان افراح، بدعي من كل قلبي لصاحبتي وحبيبتي وزميلتي اجمل واطيب قلب في الدنيا بنجاحها في اصعب التجارب، وهو هي الزواج. يا رب يفرح قلبها وينجحهم ويوفقهم. مبروك يا اجمل نيلي، وادعوا لهم بالتوفيق. كتبت كده على صفحتها والدنيا انهالت عليها تعليقات، وهي كل تعليق ردت عليه بوضوح ومن غير اي احترام لمشاعر دنيا وايمي. في البداية قالت الناس قالوا لها ازاي تعمل فرحها ودلال عبد العزيز لسه ميتة، قالت وايه هي العلاقة، هي عمرها ما عرفت دلال ولا اشتغلت معاها، وهي فعلا اجلت الفرح 3 ايام، ليه المزايدة؟ بالمناسبة هي اشتغلت معاها في مسلسل حديث الصباح والمساء، واعتقد دنيا والفنانة الكبيرة معروفة دلال عبد العزيز وسمير غانم، ازاي نيلي كريم ما تعرفهمش؟ ازاي هالة صدقي تقول انا ما اعرفهمش او نيلي ما تعرفهمش عشان نحزن او نزعل عليهم؟ كمان في ناس علقوا عليها تاني واتكلموا وقالوا طبعا قالوا ليه هالة صدقي. بالمناسبة دي الكواليس بتاعت مسلسل حديث الصباح والمساء اللي جمع كل معظم فنانين الوسط الفني، وبعدين حتى لو مش جمعهم مسلسل هم معروفين. قالت كمان هالة صدقي نيلي لا تعرفهم على المستوى الشخصي ولا تعاملت معاها ولا مع بناتها. معقولة يعني ما تعاملتش مع دنيا وإيمي؟
معقولة هي ما تعرفهمش فعلا على المستوى الشخصي؟ يعني هالة صدقي عيب جدا الكلام ده يطلع منك على فنانة زي الفنانة دلال عبد العزيز، عيب قوي. ناس من المغرب طبعا، حبايبنا المغرب على راسي من فوق، قالوا احنا كمان من المغرب وما نعرفهمش شخصيا، لكن حزنانين عليهم، الوطن العربي كله زعلان عليهم، وفاش حاجة لو استنت شهر هم هرم من بلدكم او من اهرامات بلدكم. قالت حضرتك ما تعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمي. هالة صدقي ردا على الانتقادات انها كانت بتزغرط، قالت لاني فرحانة بصاحبتي طبعا دلال زميلة ونجمة محبوبة، بس للأسف الشديد لم نكن اصدقاء للدرجة الكبيرة، وجميعا نعلم تدهور حالة دلال من شهرين، فلم تكن مفاجأة. مش شرط اننا ممثلين زي بعض نكون اصدقاء. طبعا كلام صعب قوي قوي. قالت كمان ان علاقتها بنيلي اقوى من علاقتها بدلال الله يرحمها، كانت جميلة وطيبة بس للأسف ما كناش نعرف بعض على المستوى الشخصي، وان الفرح واجب والعزاء واجب. صعب جدا. قالت رفضت ان ارقص في نفس اليوم وفعلا ما رقصتش على الرغم ان هو فرح والطبيعي ان ارقص، بس زغرت عشان افرح بنيلي لانها محتاجه اللي يبقى معاها ويفرحها. مش مصدقه كلامها، مش منطقي ابدا ابدا. في قالت كمان ان المناسبات قليله جدا، وايضا قالت غير الموده في مناسبات قليله، فحضرت مثلا مش هتلاقيني في فرح او مناسبه لدلال ولا سمير ولا ايمي ولا دنيا، لكن ده ما يمنعش ان انا اروح للفنانه نيلي كريم. قالت لان كان في نفس اليوم وكانت مفاجأة. طبعا عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، هي كمان قالت انهم راحوا زي ما حضرتكم شايفين بنت فيفي عبده بعد وفاة سعيد صالح، في فرق بين زميل وصديق، لكن ده ما يمنع حزننا على فنانة كبيرة زي الفنانة دلال عبد العزيز. يعني هي بتستشهد ان هي راحت الفرح ده لان دلال عبد العزيز وسمير غانم راحوا فرح بنت فيفي عبده ايام وفاة سعيد صالح. طب ودنيا وإيمي، طب ليه كنت واقفة معاهم وقت وفاة سمير غانم؟ كنت خايفة لدلال عبد العزيز تاخد موقف، ولا أكيد نيلي ليكي مصلحة معاها وشغل معاها فأنت محتاجاها؟ أنا بنتقدك جدا جدا، وكلامك غير منطقي بالمرة هالة صدقي. دنيا وإيمي في غنى وعن احتياج تماما عن هذا الوسط القذر اللي كله بتاع مصلحته. فعلا انتوا بتوع مصلحتكم وبتدوروا مين ممكن ينفعنا، فاحنا هنكون معاه النهاردة. لكن دنيا وإيمي كلنا جنبكم وعارفينكم، وانتوا بنات زي الزهرة الجميلة، كل ما هتكبر هتفتح وتنور. هم خلاص اعتزلوا التمثيل وهم في غنى عنكم تماما. ادعوا لهم وقفوا معاهم وارفعوا ايديكم للسماء، وادعوا لهم بالثبات، وان شاء الله اللي جاي دايما يكون احسن ليهم. اكيد عرفوا مواقف كتير وتعلموا في المرحلة الصعبة دي. انا بشكر حضراتكم. سلام عليكم.